تعالى يا كداكي تعالى تعالى ما تتكسفش. مساء الجمال والفرفشه يا اداره. اهلا يا طاعون، ازيك؟ اقعد يا هيما انت مكتب وانا جايبك اخطب لك. ايه الخجل ده؟ اقعد. الحمد لله يا كبير، هيما ابن منطقتي واخ اصغر ليا. اه ما انا شفته امبارح حتى بالاماره، كان عامل لنا قلق هنا في المحل. لا يا كبير، القلق ده انا ما احبوش. حتى بالاماره انا اول ما لقيت الدنيا غيمت خلعت احتراما للمكان. لا وانا الحركه دي عجبتني قوي. امال يا كبير، هيما ده ابن اصول، ده كان هيدخل المرداديه بس مجموعه فشل. اه بس انا مش عارف افضيله ترابيزه ولا اقعده، الدنيا موسم وزحمه زي ما انت شايف. صاحبك وضيفه كاب على راسه من فوق مره يعني كده ولا حاجه، مش كل يوم. طب ما تضمه يا كبير يشتغل معانا. انت بتفهم في ايه يا ابراهيم؟ بيفهم في ايه؟ ده الراجل شيف قد الدنيا. مش لا مؤاخذه مستر كنتاكي عمل خلطه الفراخ فسموه كنتاكي؟ هيما بقى اللي دخل خلطه الكبده فسموه كبداكي. واحسن حاجه فيها ميزه تاكل كبداكي في الجيزه. خلاص دخلوا مطبخ نجرب. لا مطبخ ايه يا كبير، ما تفنيش بالحقيقة، ابوس ايدك. ما تخليني هنا في الصاله، ده انا عاجبك قوي، شغلني اي حاجه في الصاله، ان شاء الله تشغلني رقاصه. نادر، اخر حاجه ممكن اتخيلها ان نادر كل له علاقه بالموضوع ده. يا سلام، ما انا كنت شاكك فيه من اول لحظه. الباشا مجمد القضيه وما بيحركهاش خالص. بس انا خلاص ما بقتش قادره اثق في حد، حتى انتوا مش قادره اثق فيكم. انا مش عارفه اصلا انتوا معايا ولا ضدي، مش عارفه انتوا بتكلموني بجد ولا بتضحكوا عليا. انا حاسه ان انا خلاص هتجنن. ممكن تهدي شويه يا هايدي؟ ايه يا هايدي، يعني احنا هنكون يعني ضدك مثلا؟ اكيد احنا معاكي، ده انا قومته محامي كبير قوي وهو طمني وقال لي هيبص على ورق القضيه وان شاء الله هيلاقي حل. بعد ايه ما خلاص مفيش فايده. عندك حق تشكي في الناس كلها، بس الا احنا يا هايدي. عارفه ليه؟ عشان احنا بنحبك وهنقف جنبك لاخر لحظه. يلا لازم امشي بسرعه لحسن محمد راجع من المطار ولازم يلاقيني في البيت. يلا هايدي. انا ماشي، خدي بالك من نفسك ولو احتجتي اي حاجه انا موجود. باي باي. باي باي يا طارق. يلا خلي بالك على نتجوز يا واد. مساء الخير. مساء النور. عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. قرايبك دول؟ لا دول قرايب جوزي. انا سمعت فعلا كنت متجوزه، الله يرحمه. هو انت اصلا سافرتي من مصر امتى؟ من زمان بقى، من وانا صغيره. ولسه راجعه بقى على كده؟ اه لسه راجعه. طبعا حاسه ان مصر متغيره كتير. هي متغيره الحقيقه، متغيره. وانت بقى كنت عايشه فين في الخليج؟ انت ليه بتحقق معايا كده زي ما اكون متهمه عندك؟ وبعدين انت بتطاردني ليه؟ انت عايز مني ايه بالظبط؟ لا ابدا مفيش حاجه. بعدين اسف جدا اذا كنت بزعجك. عن اذنك. اقبل اعتذارنا عن الخطأ غير مقصود، الشيك طلع فيه رصيد واحنا اسفين. يعني ايه اسفين؟ انا مش فاهم، يعني انتوا بتعتذروا عن ايه بالظبط؟ انتوا عارفين انتوا عملتوا ايه؟ انتوا ناس اغبياء، مش عارفين تقدروا الموقف اللي انا فيه. لعلمكم انا مش هسكت، انا هروح للسفاره بتاعته واعمل لكم ازمه دبلوماسيه كبيره جدا. ده غير ان الواقف قدامك ده في بلده راجل اعلامي كبير وعنده محطات فضائيه كتيره جدا، وهشوه لكم منظر الجاليري والبلد دي اللي بتعتمد على السياحه العربيه. ده غير ان انا هرفع عليكم قضيتين، قضيه دوليه وقضيه جوه اليونان. I will sue you 10 مليون يورو. 10 مليون يورو is too much مسيو مروان، واجراءات خروج الهانم بتتم الحين، يعني شويه وهتبقى معاك. يعني ايه البساطه اللي انت بتتكلم بيها دي؟ انا مش فاهم. واحده سايحه شريفه كبيره جدا في بلدها تيجي تبات في الحجز هنا في بلد غريبه زي دي، تعتبرها ببساطه كده وتعتذر وتقول انا اسف؟ I don't need your car. I want my check now. We are ready to pay any compensation you want, no problem. But the amount you request is too much. We can't.
We can pay you only €500,000. واحنا كمان ممكن ندفع زي المصاري هذه. مش عارف انتوا ازاي بتعاملوا السياح البني ادمين اللي بيجوا لكم ويفتحوا لكم بيوتكم بالفلوس اللي بيدفعوها بالطريقه دي؟ بتعاملوهم بشكل رخيص. خي مروان حبيبي، نحن بندفع لك 1 مليون هذا عشان نعتذر لك وتبقى راضي عنا. سارة نادر، ايه اللي جابك؟ وبعدين اخرته ايه اللي انا فيه ده؟ يعني هفضل هربانه كده لحد امتى؟ وهثبت براءتي ازاي؟ وانا هعمل ايه لوحدي وكل اللي حواليا يتخلوا عني وسابوني؟ حتى نادر اللي كنت معتمد عليه في كل حاجة وكان أملي الوحيد سابني لوحدي ومشي. أنا خلاص مش قادرة أثق في أي حد تاني ولا عندي أمل في أي حاجة. أنا تعبت بجد، مش قادرة خلاص. هايدي، أنا جاية أترمي في حضنك قبل ما أسلم نفسي. سلمي نفسك. سلمي نفسك ليه يا بنتي؟ في إيه؟ إبراهيم نوح إبراهيم؟ تقريباً. إمضي هنا. أنا؟ أيوه. إيه البتاع ده؟ ده السلع في النيابة. امضي فين؟ اتفضل. كوريا ايه؟ ما كفايه بلح بقى يا كوريا، سبسبهولي عشان تطلع حلوه في صوره المدرسه. يو امالك يا وليه بتقولها لي كده كاني معرفش اعمل الا بلح؟ طب ايه رايك بقى اعمله لها كله بلح عشان تلم لسانك ده؟ روحي اقعدي هناك، هاتي راسك يا بت. صباح الخير. قول مساء الخير. الساعة بقت 2 الظهر وانت بالك يومين لا بتصحى ولا بتنزل تفتح العربية. أنا جالي استدعى من النيابة. يا زبتي؟ ليه ما عملت إيه؟ هكون عملت إيه يعني؟ ما أنا على حطة إيدك يا كوريا، لا رحت ولا جيت. بس لسه مصاحب لي العيال الساعة طعموس بلتو. مصاحبهم تقوم النيابة عاوزاني؟ ما تعوزهم هم. طب وبعد بقول لك يا حبيبتي؟ يلا حبيبتي حلوة كده عشان نبقى قسمنا البلد نصين بيننا وأمك. يلا حاسبيها يا شيماء. وإيه اللي حلو كده؟ وبعدين كبدايك هتعمل ايه؟ هعمل عبيط ولا كاني شفت حاجه، انا بس عايز ارسى على